أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من زوم توكس. ضيفتنا اليوم تمشي بعكس السير وبعد شوي بنعرف ليش. أستاذة هيام هاشم، أهلا وسهلا فيك. حضرتك محامية لبنانية منتسبة لنقابة المحامين ببيروت ومرخصة في دبي كمستشارة قانونية، أهلا وسهلا. شكرا، وأنا مسرورة جدا أني أظهر على شاشة على هالشاشة الكريمة لوصل رسالة لدعم وصمود الشعب اللبناني وبصورة خاصة الشباب والشابات لكي لا يتركوا لبنان. وما فينا نقول لهم ما تتركوا لبنان لحالهم، لازم نحن نجي نحن وعلاقاتنا وطاقاتنا وندعمهم ليبقوا أهلا وسهلا بلبنان. فيك أستاذي هيام. مثل ما عرفت عن حضرتك، سائرة من أول حياتك ومنتفضة على الحياة، ليش اليوم ما بعرف كيف بدك تبرري، ليش اليوم حضرتك استسلمتي وخليتي لخارج لبنان؟ باردون، تعيدي ليش أنا؟ تعيدي السؤال. استسلمتي اليوم، تركتي بلدك واليوم حضرتك عايشة برا مثل ما ذكرنا. أنا تركت بلدي بال2005 لأنه لاحظت إنه البلد بحالة ركود مهني وما في حركة استثمار، وهذا الوضع ما كان يلبي طموحي، لأنه اللي عملته وصلت صار في مراوحة بمكاننا، وأنا إنسانة طموحة. عملت مهنة المحاماة من أجل المساهمة في ترقي المجتمع، لأخدم المجتمع ولا ساهم حتى ساهم على قد إمكانياتي بترقي المجتمع. دبي بال2005 كانت بعز ازدهارها ولا زالت، الله يديم النعمة عليهم بيستاهلوا. جيت على دبي وشفت الأعمال والاستثمارات وشعوب العالم من 192 جنسية كله راكد وعم بيجي يستثمر، والشركات قلت أنا بجي بكسب خبرات عالمية انترناشونال بمجال الخدمات القانونية للأعمال وبكسب علاقات، ولما بحس الوقت مناسب برجع على بلدي وبحاول إني أعمل قيمة إضافية لبناء الوطن. وحصل ما حصل. حضرتك كمان حققت نجاح كبير بدبي. شفنا كثير مغتربين قدموا للبنان وللبنانيين خاصة بهذا الوضع. حضرتك شو بدك تقدمي أو شو عندك تقدمي للبنانيين مثل ما كنت عم بتقولي؟ أنا منتسبة لشركة بياض للخدمات القانونية يلي بيملكها المحامي الكندي سام بياض، والأستاذ سام بياض يعشق لبنان لأنه في دكاترة علموه بالجامعة لبنانيين ولبنانيات، ونعمل معه في دبي، وهو يعشق الشعب اللبناني ولبنان، وحاطت إمكاناته العلمية والمادية والعلاقات والخبرات لدعم صمود الشباب والشابات اللبنانيين في هذا الوضع بالذات، بهذا الوضع الدقيق من الناحية المالية في لبنان. ولذلك نحن راجعين على لبنان لتواجد فعلي وميداني للمساهمة في دعم صمود الشباب والشابات اللبنانيين، لأن عندنا إيمان أنه لبنان رح يرجع لبنان الذي يلاقي أحلامنا. يعني عم بتقولي اليوم حضرتك راجعة على لبنان، لهيك أنا ذكرت إنه تمشي بعكس السير مثل ما قلتي لي هذيك المرة وقت كنا عم نحكي الناس فلي وأنا راجعة. على أي أساس اليوم حضرتك راجعة على لبنان؟ راجعة لأنه حان الوقت. نحن لبنان هلأ بأزمة مالية، والشباب ما فينا نقول لهم ما تهاجروا إذا مش قادرين يأمنوا يشتغلوا، تعلموا وتعبوا، إذا مش قادرين يشتغلوا ليأمنوا الحد الأدنى من مقومات الحياة. نحن راجعين هلأ حاليا بظل الأزمة للمساهمة ودعم صمود شباب وشابات لبنان كي لا يتركوا لبنان، لنعود بلبنان أفضل الذي يحاكي طموحاتنا يعني وأحلامنا. انا هلا عم بدي احكي بلسان المشاهدين، قلتي لي ما فينا نقول للشباب والشابات اللبنانيين ما يهاجروا،
بطريقه ثانيه رجعت قلت لي بدنا نقول لهم لا خليكم وعم تشتغلوا، وضحي لي بليز اكثر لحتى نحن ضمن امكانياتنا رح نساهم بصمودهم، رح نفتح مكتب بلبنان بيات للخدمات القانونية وهي من هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية، حيكون مكتب مشترك. هذا المكتب رح يغطي خدمات قانونية لمعظم دول المشرق العربي ولكن من لبنان وبواسطة الشباب وشابات لبنان. رح نوظف أكبر عدد وفق ما يحتاج هذا العمل لنؤمن خدمات قانونية لمعظم دول المشرق العربي منها المغرب، الجزائر، تونس، مصر، سوريا، فلسطين، الأردن، أكيد لبنان، دول مجلس التعاون الخليجي، كليتهم رح يشتغلوا لهم الشباب اللبنانيين يلي رح نوظفهم عنا. اسم الله عليهم، عندهم علم، عندهم لغات، عندهم أخلاق، عندهم كل شيء. نحن رايحين ندعمهم ونوظفهم ببيروت ونشتغل ونغطي بخدماتنا وبنشاطاتنا كل هذه المنطقة، وهيك منوظف أكبر عدد ممكن ضمن إمكانياتنا من الشباب ومنخلي دورهم فعال بالمنطقة. نعم، عم بتجي لمكتب محاماه بدكم توظفوا فيه، يعني هون عم نحكي بإطار القانوني بس، يعني الأشخاص اللي دارسين محاماه رح يتوظفوا بهذا المكتب؟ مش بس محاماه، نحن مكتب خدمات قانونية ومحاماة. نعم. الخدمات القانونية يلي بقدمها بيات للخدمات القانونية هي إعادة هيكلة ودعم البنية القانونية للأعمال، يعني إذا جذبنا استثمار من خارج لبنان نحن بنجهز له البنية القانونية، يعني بعد عم نحكي بالإطار القانوني. ايه كمان فينا ان بما انه رجال الأعمال وسيدات الأعمال بظل الأزمة المالية رح يصير في صعوبة عليهم انه يتنقلوا حول العالم لحتى يعملوا عقود، يحضروا سيمينرز، يجيبوا فرص عمل إلى لبنان، نحن منأمن لهم جواز سفر تاني. يعني نحن ما رح نهاجر الناس قالوا روحوا نزرعوا بأرض تانية، لا، رح نأمن لرجال وسيدات الأعمال جواز سفر تاني بخبراتنا بكل البرامج التي تعطي جواز السفر هذا حول العالم وعلاقاتنا مع هذه الدول، ونحن ايجنت ل كثير من هذه الدول. يعني رجل الأعمال وسيدة الأعمال بدون ما يتركوا لبنان شركتنا بتأمن لهم جواز سفر ثاني لحتى ننعش أعمالهم بظل هالأزمة المالية، لأنه قبل كانوا ياخذوا فيزا شنغن بسهولة، كانوا ياخذوا فيزا أمريكا بسهولة وفيزا يوكي، لأنه رجال الأعمال وسيدة الأعمال يجب أن يتنقلوا حول العالم. هلأ صار أي فيزا بدك تقدم عليها بدك بنك ستيتمنت، عندنا مشاكل مصرفية، معناتها صار في حاجة لجواز السفر الثاني، شركتنا بتأمنه، هن وموجودين بلبنان منأمن لهم إياه. مدام يعني شو بيضمن لك إنه هالأشخاص رح يرجعوا على لبنان من بعد ما حضرتك تأمني لهم هالباسبور أو جواز السفر؟ في ناس ناطرة هذه الفرصة لتروح وتسافر برا، شفنا وكثير شفنا أشخاص عم بيروحوا وما عم يرجعوا على البلد. برامج الهجرة لأخذ في كندا مثلا بالسبعينات كانت تسهل للمستثمر يلي بياخد جنسية كندا أنه يجيب قرايبه، أهله وسته، جده، عمته، عماته، بينما هلأ المستثمر إذا أخذ جواز الكندي فقط بياخدوا إله والأولاده يلي تحت 18 والزوجته. والإنسان لما بيتغرب وبدون جذوره لو كان ملياردير ما نادراً ما يبقى ويكون سعيد. سعادة هي حلوة بالعودة إلى الجذور، بالحب يلي حواليه، بالذكريات. معظمهم راح يرجع على لبنان، وأنا بعرف رجال أعمال وسيدات أعمال في دبي، أنا مستشارة قانونية لشركاتهم، راحوا على دول تانية، تعلموا، جابوا جوازات سفر، جابوا خبرات، وإجوا يستثمروا في دبي وناطرين يرجعوا يعيشوا بلبنان لأنه الدنيا حلوة بناسها.
ما في سعادة بدون الجذور والذكريات والحبايب والعلاقات. الإنسان بالغربة رقم لو كان شو ما كان. أستاذي هيام، يعني شفنا كثير مشاريع ضلت حبر على ورق، خاصة اليوم الشعب اللبناني يعني صار كثير عم ينوعد وعم ينطر وما عم بيصير فيه المشروع، ما عم بيتنفذ على الأرض. متى رح يتنفذ هذا المشروع؟ هل عندك موعد محدد كرمال تبلشه؟ بلشنا اوريدي نوظف وعملنا حطينا بلشنا نوظف شباب لبنانيين ونعمل مقابلات اونلاين معهم، وهلا في عنا شاب من لبناني رايح على بيروت يستأجر المكتب يجهز المكتب، ولحتى نبلش تنعمل لهم يجوا الموظفين ويبلشوا، وبعد فترة بنتقل انا لإدارة المكتب. بلشنا كم موظف تقريبا صار عندكم، او قديش حاطين رقم محدد؟ في راح نبلش بالاول نشتغل لبنان ودبي طبعا بالتعاون مع مركزنا الرئيسي بدبي، وراح ننطلق مثل ما قلت لك لكافة دول المشرق العربي بتقديم الخدمات القانونية. راح يكبر عدد الموظفين شوي شوي، يعني يمكن نوصل لخمسين موظف لمئة موظف حسب البرنامج اللي عاملينه لنقدر نغطي الخدمات بمعظم دول المشرق العربي. رح نحتاج عدد كبير من الموظفين، ولكن رح نبلش بروغريسيفمون بالتدرج. بالتدرج نعم. استاذي هي عم حضرتك يعني عم نشوف اللي عم تحكي حققتي نجاح، هل برأيك لو كنت بعدك بلبنان كنت رح تحقق النجاح نفسه؟ أكيد لا، لو كنت بعدني بلبنان كانت رح كون محامية تقليدية بشتغل ضمن إطار مجتمع لبنان الصغير، نحن بلدنا صغير، ولكن هلأ حققت خبرات في القوانين الدولية في التجارة الدولية، عملت علاقات كلها رح استثمرها بلبنان، وأول علاقة منهم هي علاقتي بالمحامي سامبيات يلي جايب قدراته العلمية والمهنية والمالية كلها يحطها بخدمة هذا المكتب في لبنان. رح نشوفه بلبنان أو رح يكون عم يتواصل، رح تشوفيه ورح يكون عنده بيت ورح يجيب أولاده ورح هو رجل أعمال يتنقل، ولكن رح يكون له موقع في لبنان لأنه يؤمن بهذا البلد وبشعبه. يعني رح نشوف حضرتك بلبنان، رح نقعد الشعب اللبناني من خلالك بهيدا الشيء. بدي أسألك شغلة، خلينا نرجع للتوظيف، هل يعني مستوى الدخل يلي رح يكون، هل رح يكون كافي للشباب اللبناني لبناء عائلة؟ هذا الرجل الرجل أو المرأة الشركة، ولكن الشركة هذا الرجل يلي هو الداعم المادي الأول لهذا المشروع يلي هو المحامي سامبيات، امبارح كان عم بيحكي مع أحد المؤسسين الأساسيين يلي هو الشاب أليكس دحداح، عم بيقول له أنا بدي أدفع، شف لي قديش بيحتاج الشاب أو الشابة اللبنانية ليعيشوا حياة لائقة، أنا بدي أعطيهم يشتغلوا ويكونوا مبسوطين، وكل ما أنتجوا أكثر رح زد لهم دخلهم، أنا ما بدي أعطيهم أقل مما يحتاجوا، أكثر مما يحتاجوا، وكله بيعلى حسب الإنتاجية، بس بده يبلش لهم يعيشوا حياة لائقة ويكونوا مبسوطين إنه عم يشتغلوا. نعم. مدام هيام، يعني قلت لي بلشتوا توظفوا ولكن رح تجوا على لبنان، ايمتى رح نشوفكم على الارض حضرتك والمحامية اللي عم تسألي عم تحكي عنها؟ انا بدي شيء 3-4 اشهر لانتقل، بس المؤسسين اسبوع الجاي نهار الخميس الشاب الدايناميك يلي هو رح يكون على الارض أليكس دحداح رايح واخذ معه كمبيوترات وامور بنحتاجها من هون للموظفين بمكتب بيروت، وهلا في ناس عم بفتشوا لنا على مكتب رح يكون بمنطقه سامي الصلح بهذيك المنطقه بدار وسامي الصلح، ليكون مركز وصول كل الشعب اللبناني من كل المناطق سهل عليه بقلب المدينه
نعم بنص المدينة في قلب لبنان، قلب لبنان النابض. والخميس بتبلش الخطوات العملية على الأرض والميدانية. رح يروح الشاب ومعه التجهيزات الأساسية اللي بدها تنتقل من دبي، ويلحق. نحن مش رح نوظف بس محامين، رح يكون عندنا قانونيين، رح يكون عندنا إعلاميين، رح يكون عندنا بجميع مجالات يلي بتساهم بحركة الأعمال وخدمات الأعمال. هل رح تكونوا عم تاخدوا شباب وشابات متخرجين جديد، أو لازم يكون عندهم خبرة، أو كيف؟ في شباب نحن رح نعطيهم خبرة، بنشوفهم بحاجة لعمل بعد كمان أكثر، يعني بيكونوا ناطرين الفرصة. الشباب المتخرجين جديد نحن ما عم نطلب منهم خبرة، نحن مستعدين نعمل لهم تدريب عبر مكتبنا بدبي ومكاتبنا حول العالم، ولو أخذ تدريب شهر وشهرين وثلاثة نحن مسؤولين ندربهم على كل النشاطات اللي بدهم يعملوها. نعم، ما بدنا خبرات، بدنا علم ولغات وأخلاق فقط، وحضور الشباب اللبنانيين والشابات أكيد. الحلوين مثلك. أكيد الله يخليكي، وكمان مثل حضرتك الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية. أنا بدي أتشكر وجودك معنا أستاذ هيام، يعني إن شاء الله المشاريع اللي عم بتفكري فيها تكون إضافة للبنان، ولأنه نحن اليوم بحاجة لناس مثل حضرتك. بدي أتشكر وجودك معنا. إذا بتسمحي لي بس في عندي كلمة، أنا هلأ طلبت من دكتور بمجال الاقتصاد إنه يعمل لي دراسة عن فرصة الاستثمار في ظل أزمة مالية، إنها هي بتكون فرصة للمستثمر، ورح وجه نداء عبر شاشتكم وعم نوجهه عبر نشاطنا حول مواقع التواصل الاجتماعي لجذب مستثمرين لبنانيين وغير لبنانيين، ومكتبنا مستعد يقدم لهم البنية القانونية بدون مقابل وأي دعم آخر. نعم، لحتى نوظف الشباب اللبناني ونساهم بإنعاش الاقتصاد. والمعاشات على كل رح تكون فريش دولار، رح ناخد فريش دولار وندفع للموظفين، يعني رح نقعد الشباب من خلالك يلي معي بالاستوديو كلهم نتحمسوا. بعد سؤال اكيد كمان المشاهدين عم يسالوا، وين بيقدموا الشباب على على هالفرصه؟ بيتواصلوا معنا اونلاين على في واتساب على الرقم 00971505284944. يتواصلوا واتساب، والتيم وورك تبعنا بحضر ميتينج، بنعمل كل شيء وبنعمل انترفيو بنوظفهم، والشاب يلي النشيط يلي رايح من هون بكل انرجي أليكس دحدح بيكون لهم لقاءات معه ميدانية إن اضطر الأمر. رح يكون عندكم الخميس إن الله راد. نعم، أنا بدي أتشكر وجودك مرة تانية، يعني بدنا أشخاص مثلك عندهم أمل بالشباب اللبناني، لأنه عن جد الشباب اللبناني بحاجة لهالشيء. وبدي أتشكر مشاهدينا كمان على المتابعة، تابعونا بحلقات جديدة مع ضيف جديد. إلى اللقاء.